اسوي الحين اني حطيتها في مكان غلط بحيث اني ابدا يقراها. شوفوا ايش موقع اللون الاحمر ما نفس موقع العلامه، فبالتالي ما راح يقرا نهائيا. فقط هذا لحل، يعني عرضت هالفيديو لحل هذه المشكله، اني اعرف الزاويه اللي يطلع فيها اللون الاحمر وراح اغير المكان على هالاساس. طبعا وقفت ما كملت شغل، ليش؟ لانه موقع الورقه اساسا غلط، فبالتالي هي ما حصلت علامه تتقص عليهم.